أنا دكتور ناصر عبد الباري، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية. الحقيقة أنا شرفت بدعوة كريمة من إخواتي وزملائي بكلية الطب جامعة الإسكندرية للمشاركة والحضور في المؤتمر السنوي لكلية الطب جامعة الإسكندرية قسم علاج الأورام الأكود. الحقيقة هو مؤتمر مميز ومتميز بالموضوعات اللي بيختارها الزملاء الأفاضل القائمين على تنظيمه، موضوعات دايما جديدة ومهمة وفي حياتنا اليومية، الديلي براكتس زي ما بنقول. كذلك بيتميزوا باختيار سبيكرز، بيبقوا سبيكرز معروفين، سبيكرز العلم عندهم واسع، وناس دوليين الكلام بيناقش الجديد في علاج الأورام. احنا عارفين ان فيه الأورام ما بقتش تتعالج زي زمان، كان العلاج الكيمائي والإشعاعي هو السمة الغالبة على العلاج. لازالت الحاجات دي موجودة طبعا، لكن بقى فيه أكثر، نقدر نقول أكثر دقة أو أكثر تخصصية. بقى فيه إن كل مريض يعالج حسب عوامل كتيرة أوي 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 بتحدد نوعية العلاج اللي هياخده، سواء علاج كيمائي أو إشعاعي أو علاج موجه أو علاج مناعي أو أيا كان. ده راجع لإن إحنا بقينا نقدر دلوقتي نحدد بعض السمات، سمات سواء إكلينيكية أو سمات جينية على للمريض، على العينات بتاعته، نقدر من خلالها نشوف أو نقدر نعرف أنهي مريض يناسبه أنهي علاج يدي معاه أفضل نتائج وأقل يعني خسارة أو أقل أعراض جانبية. تمنياتي بالتوفيق لزملائنا في كلية الطب جامعة اسكندرية قسم علاج الأورام، بالتوفيق في مؤتمرهم والنجاح كما تعودنا، وشكرا لكم.